بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على المحاضرة الثانية في Penetration Test and Ethical Hacking. Reconnaissance and Information Gathering. Reconnaissance and Information Gathering. المحاضرة هتتكلم على أو تايتل بتاع Chapter 2 Reconnaissance and information gathering. هنتعرف على كلمة reconnaissance يعني ايه. هنتكلم على مقدمة او introduction في ال information gathering او definition ليه، وبعدين نتكلم على الكاتيجوريز يعني information gathering مقسم الى ايه، وبعدين هنقول ايه ال sourcing of information gathering والinformation gathering techniques والinformation gathering tools أو أشهر التولز اللي بنستعملها في عملية information gathering. نفتكر مع بعض من المحاضرة الأولى إن إحنا قلنا في phases للpenetration test. قلنا أول phase منها اللي هي reconnaissance and information gathering، وبعدين network enumeration and scanning, vulnerability testing and exploitation and report. النهاردة هناخد أول فيز مع بعض اللي هي reconnaissance and information gathering. طيب نفهم بقى مع بعض يعني إيه reconnaissance. reconnaissance also known as information gathering. إذا كلمة reconnaissance هي equivalent لـ information gathering، استطلاع أو جمع معلومات. Okay. Reconnaissance also known as information gathering is arguable the most important of the four phases we will discuss. أهم واحدة من الأربعة فيسز اللي احنا قلناهم واللي احنا هنكمل الشرح عليهم خلال الكورس عندنا. The more time you spend collecting information on your target, the more likely you are to be successful in the later phase. يعني كل ما أخدنا وقت في عملية الانفورميشن gathering وتجميع المعلومة، كل ما هنأدي ده إلى النجاح في الفيزس الجاية بعد كده. طيب احنا كده قلنا ان الريكونسس بيساوي الانفورميشن جاذرينج. طب عايزين ندخل ان ديتيلز يعني ايه بقى انفورميشن جاذرينج. اول حاجة عايزين نعرفها ان انا دلوقتي بعمل penetration test او ethical hacking، فهي خطوة من الخطوات عشان اعمل hacking، وبالتالي ان اول ما هفكر اعمل hacking يبقى بفكر على طول في تجميع المعلومات. هو انا هعمل هاك عن مين؟ يعني اللي انا رايح اعمل هاك عليه ده مين اصلا عشان اقدر لما اجمع عنه المعلومة اشوف هدخله من اني ناحية. يبقى اول حاجة او if the first phase is the first step of اي hack بيحصل هو الانفورميشن gathering. In this phase, we gather as much information as possible. بجمع معلومات على قد ما أقدر. على قد ما أقدر. هنشوف بقى إزاي يعني تجميع المعلومات دي. Regarding the target's online presence, which is turn reveal useful information about the target itself. It's the first step or the beginning stage of the ethical hacking, where the penetration tester or hacker, both black hacker or white hat hacker, performed this stage. إذن لو أنا بعمل ده as a black hacker لازم أعمل information gathering، ولو بعمل ده as white hat hacker يبقى برضو لازم أعمل information gathering. يبقى في كل في كل المراحل الخطوة دي مهمة، وزي ما قلنا مقدار المعلومة هيفرق معانا في المراحل إيه؟ في المراحل التالية. The required information
will depend on whether we are doing a network penetration test or a web penetration test. طيب انا دلوقتي لو هعمل network، يعني انا عايزة اعمل التارجت بتاعي هو النتورك نفسها والراوتر والاي بي ادرس وال يعني النتورك بتاعتي بصورة عامة، انا هحددها. ولو انا بشتغل على الويب ابلكيشن يبقى انا بشوف الويب ابلكيشن ده شغال على اني سيستم، على لو كان على داتابيز على اني اوبريتنج سيستم. اذا تجميع المعلومه هتفرق شويه اوكي من نتورك لويب ابلكيشن، ولكن في الحالتين انا بعمل انفورميشن جاذرنج، وفي حاجات رئيسيه وفي حاجات زياده مع كل ايه مع كل نوع من أنواع البنتريشن. The more information gathering about the target, the more probability to obtain relevant result. كل ما أخذت كم أو جمعت كم أكبر، كل ما الموضوع هينجح معايا، سواء كنت بعمل ethical hacking أو white hat hack أو بعمل black hat hacker. Information gathering is not just a phase of security testing. It's an art that every penetration tester and hacker should master for a better experience in the penetration testing. عايزين يوصل لي ان مفهوم الانفورميشن gathering مش بس خطوات بمشي عليها، لا ده نوع من الفن، هو فن فعلا. لان انا هتعلم تول، هتعلم حاجات، بس هستخدمها ازاي؟ اللي عنده فن في الحصول على المعلومه ويدور ازاي ويستطيع ان يستنتج من جمله اراها او من تول بيشتغل عليها، طبعا دي بتبقى اكسبيرينس وهياخدها وكويسه جدا في شغله. There are various tools, techniques, and websites, including public sources. أنا عندي tools وعندي techniques هستعملها، وفي website مخصصة لكده، وبيديني اتنين من أشهر الwebsite أو التولز اللي هي Whois وهنتكلم عليها قدام، وNS Lookup وهنتكلم برضو عليها شوية قدام. بيقول ان دول من اشهر التولز اللي بتساعد الهاكر على انه يعمل information gathering. طيب this step is necessary because you may need any information such as his penetration name, best friend's name, age, phone number, perform password guessing attack or other kind of attacks. الخطوة دي مهمة للهاكر انه ممكن عايز يعرف اسم الشخص او اسم المؤسسة، او عايز يعرف مين افضل اصدقاء لو بنتكلم على شخص، تليفون نيم، العمر. طب هتفيدني في ايه؟ لان معلومات زي دي انا ممكن بقى ساعتها لما اكون بعمل في البنتريشن تيست بحاول ان انا اوصل لباسورد او تخمين الباسورد، هيفيدني بعض المعلومات. لان بعض الناس بتعمل الباسوردز بتاعتها بعمرها، باسم صديق، باسم وهكذا، باسم الحيوان اللي هو بيربيه وهكذا. يعني كل المعلومات دي بجمعها لانها ممكن تفرق معايا زي ما قلنا قدام شوية. All information gathering techniques can be classified into two main categories. هنقسم الانفورميشن جاذرينج لتو كاتيجوريز، اما ان انا بعمل اكتيف انفورميشن جاذرينج او باسيف انفورميشن جاذرينج. اول واحد هو اكتيف انفورميشن جاذرينج. بيقول لي ان اكتيف انفورميشن جاذرينج we would directly engage with the target. الكلمة المهمة اللي تهمني هنا directly engage، يعني ارتباط مباشر، يعني أنا بجمع معلومة وبسأل عن حاجة مباشرة. زي إيه؟ هيقول لي for example gathering information about what ports are open. يعني إيه ports are open؟ عندنا في السيستم، في السوفتوير سيستم، في حاجة اسمها ports. البورتس دي
هي عبارة عن بوابات لوجيكال بأرقام. البوابات دي بتفتح كل اب يدخل على النت داخل من بورت فيه، تمام؟ فهنا انا في عندي تول وفي عندي طرق بتوضح لي ازاي بوصل للبورتس دي، يعني ازاي اعرف على طول ايه البورتس المفتوحه. الابلكيشن المشهوره في ارقام بورتس ليها معروفه، والابلكيشن المش معروفه بتدخل من ارقام بورتس، وبالتالي ببص على البورتس المفتوح عندي، هل هي من الحاجات المعروفه، يعني برنامج انا مشغلاه وعارفه انه شغال على البورت ده، ولا في بورتس مفتوحة مش عارفة مين مشغلها، وبالتالي في احتمالية ان حد بيهاك الجهاز بتاعي. دي جزء منه هنتكلم عنه شوية بالتفصيل المحاضرات الجاية في موضوع البورتس. وبالتالي بس هنا عايزين نعرف ان انا هنا بدورت على طول، انا دايركت بفتح التول اللي بتجيب لي البورتس وبعرف منها ايه هي البورتس المفتوحة او مش مفتوحة. اوكي، بيقول لي what services they are running، برضو على الجهاز بتاعي في services بترن، انا بقدر اعرفها بقدر افتحها، تمام؟ طيب لو في service شكلها يبدو ليا ما كأنا كpenetration tester، يعني عارف بصورة كبيرة ايه السيرفيسز الموجودة، لو في سيرفيس مفتوحة وانا شاكك ان السيرفيس دي مش تبع اب اعرفه، هنا ببدأ أشك إن في هاكينج بيحصل عليا أو في حاجة مش مظبوطة بتتم. أوكي، بس برضو بيقول لي طريقة أو التكنيكس اللي إحنا هنستعملها علشان نشتغل أكتف إنفورميشن. الطريق ده ممكن عندي الانتروجن ديتكشن سيستم، الفاير وولز، ممكن بعض التولز الاخرى او السوفت وير انها تاخد بالها منها، وبالتالي في بعض الاحيان ما بينصحوش بيها. احنا هنعرف ان شاء الله ازاي ممكن نعمل كده، ونحاول في الاخر، احنا بنحاول في الفيز او في المرحله الحاليه تجميع المعلومه او الانفورميشن جاذرنج، لان بعد كده هبدا استغل كل المعلومات اللي انا جمعتها في المرحلة التالية. طيب يبقى ادي اول نوع اللي هو الاكتف انفورميشن جاذرنج، اللي هو انا فيه بعرف او برتبط مباشرة، بوصل للمعلومة بطرق انا عايزة كذا، انا عايزة اجيب المعلومة الفلانية من السيستم ده. طب بالنسبة بقى للباسيف انفورميشن جاذرنج، طبعا هو من اسمه يدل على انه عكس النوع الاول، وبالتالي هو بيقول لي ايه؟ not directly engage، هو عكسه، مفيش ارتباط مباشر. طب اديني مثال عشان اقدر افهم. بيقول لي nested we use search engine، انا بدل ما اجيب حاجة مباشرة او الحاجة دي هسأل عليها عن طريق search engine، يعني اللي هي محركات البحث، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الويب سايت. اوكي، فاذا في معلومات الخاصه بالسيستم احتاج لها اشتغل اكتف، في معلومات تانية عن السيستم بيقولوا ايه عنه، بيقولوا ايه محتواه، الشركه دي بتعمل ايه، لو انا بتكلم عن شركه، لو انا بتكلم عن سوفت وير، لو بتكلم عن شخص، فانا بجمع معلومات عنه اجمعها بطريقه غير مباشره، فده الباسيف انفورميشن جاذرنج. اوكي، common example would be use LinkedIn او الفيسبوك and other social network to gather information. دول اللي طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان LinkedIn او الفيسبوك ما اقدر عن طريقهم ان انا اجمع معلومات كتير about the employees، الموظفين في شركة and their interests، هواياتهم. This would be very useful when we perform phishing, key logging, browse exploitation, and other client-side attack on the employees. المعلومات دي لما هجمعها هقدر ان انا اعرف اعمل
على الموظفين او على الشركة دي فيشنج، او اقدر اعمل كي لوجينج. كل الحاجات دي ان شاء الله هنشرح عليها قدام. ندي فكرة مبسطة، لو انا دلوقتي حبيت او عرفت معلومة عن موظف او اهتماماته، زي مثلا موظفة بتحب الملابس مثلا، اقدر ان انا اعمل لها ويب سايت بيعرض ملابس عشان تشتريها اونلاين لو هي بتحب الشراء الاونلاين، وفي نفس الوقت احط لينكات ادخل منها يوزر نيم باسورد، اسرق منها معلومات عندها بدون ما هي تكون اخده بالها، لان هي كل انا دخلت لها من ناحيه الاهتمامات بتاعتها، وبالتالي ابعت لها لينك، ابعت لها ايميل، اقول لها في موقع الفلاني وهكذا. فدي من هنا بيجي عمليه او اهميه تجميع المعلومه، لان تجميع المعلومه في الاخر هتفيدني انا هعمل الخطوات الايه التاليه. Sources of information gathering. There are many sources، مصادر للـ information gathering. هنبدأ نعرفها: social media، search engines، press release، job sites. هل دول بس؟ لا طبعا مش دول بس، دول بعض الـ sources. ولو لاحظنا ان دول كلهم passive information gathering وليسوا active information gathering. طيب تعالوا نتعرف على طابع كل سورس فيهم مع بعض. سوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي. ايه هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي البرامج الموجودة على لابتوبس او الموبايل، واللي بتوصلنا ببعض، بتوصل ارائنا، بتوصل افكارنا، بتوصل صوتنا، بتوصل فيديو. عندنا السكايب، الواتساب، الفيسبوك، تويتر، لينكد ان، وغيرها كتير. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي with all the social media platforms our lives become less and less private. يعني مع وجود صحيح وسائل التواصل الاجتماعي يعني ساعدتنا كتير في التواصل مع اقاربنا واصدقائنا وناس حتى ما نعرفهمش في مجالات علمية، للناس اللي بتسافر. ما كانش زمان في إمكانية ان احنا نقعد نتكلم بالساعات وبالصور ونعرف اخبار بعض. بتعرفنا الاخبار يعني، مع ان هي بتعرفنا حاجات كتير جدا وليها فوائد كبيرة جدا ما حدش يقدر ينكرها، لانها بيقول لي اصبحت حياتنا اقل خصوصية. يعني بقيت بحط الحاجة وناس كتير بتحط حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر هنا بقى كلاما اللي هو ما الفيسبوك والتويتر والإنستجرام والسناب شات والحاجات دي، لأن وبخاصة الشباب أو في قطاع كبير من الناس بتحب تحط حياتها الشخصية، نزلت الصبح فطرت فين، لبست ايه، عملت ايه، بتحط حياتها، وبالتالي أصبح ما فيش خصوصية. أنا بصحى بعرف كل المعلومات عن ناس كتير جداً. طيب some of us بعدنا try going incognito but most of our family members don't as a result this act of ours ends up not helping as much as it should. ان بعضنا وبعضنا ده مش نسبة يعني نسبة كبيرة يعني مش نسبة قليلة، بيحاول التخفي يعني ما بيحطش معلومات شخصية كتير عنه، ولكن مش كل الناس، ولكن مش كل أقربائه، ولكن مش كل أصدقائه. يعني أنا لو حاولت إن أنا ما حطش معلومات عندي بس كل الفريندز عندي أقربائي او اصدقائي عارفيني بالطبع، يعني مش بس ان هم مجرد اصدقاء على الفيس، لا دول عارفيني شخصيا فعارفين معلومات كتير عني، فاكيد اكيد بيحصل ان بعض الناس بتعرف عني معلومة. طيب بيقول لي if you fail to contact me، لو انت يعني كشخص بتحاول تبحث عن فرد معين مش عارف توصل له، just try someone close to me، بتحاول ان انت توصل لحد قريب مني. يعني مثلا يكون في اتنين
واحد منهم اتنين اخوات او اتنين ازواج، واحد منهم ما بيحبش يكتب اي حاجة عن نفسه ولا اي حاجة، والتاني بينشر حاجات كتير عن نفسه، بينشر آراءه ومقالاته، فبيعمل امباكت للناس او للقارئ بانطباعات عن اخوه او عن زوجته او عن زوجها، غير المعلومات الشخصية، غير الاصدقاء. يعني في مثال بسيط جدا، انا ممكن ناس تكون متعرفة على واحد ومش عارفة هو بيشتغل ايه او ايه البوزيشن بتاعه، ومجرد ما يحط بوست الناس تعلق عليه، زي مثلا هو مهندس، يا باش مهندس خلاص، حتى لو حد عمله فريند وهو مش عارف وظيفته او مؤسسته في الشركة او سيادة المدير وهكذا. اذا في الحتة دي في غيري بيعرف الناس عني. بيقول لي you might use a pen name، تقدر تستعمل اسم مستعار for most of your writing، في كتاباتك، a fake name on all your social media، تقدر تستعمل اسم fake محدش عارف ده ايه، and email address، but your partner may be doing the exact opposite، بيعمل بالعكس تماما، بيروح كاتب اسمك، يعني يحط منشور عنده فلان الفلاني ويعمل لك منشن. اوكي، مش لازم يعمل لك منشن على الفيك نيم بتاعك ده، ممكن يكتب اسمك، ممكن يحط تاريخ ميلادك وانت خفي اصلا مش عايز حد يعرفه، ممكن يحط اي حاجة ويعمل لك منشن فيها او يذكرك وهكذا. يبقى الحاجات دي اللي هو بتحصل يعني بكون انا عايز اعمل خصوصية ليا، ولكن في غيري للأسف ممكن ما يحاولوش يحافظوا على الخصوصية بتاعتي دي. تمام، ليه؟ لان خلاص هي يعني الناس كلها بقت دلوقتي بتكتب وبتنشر وشايفين ان ده طبيعي. يعني انت لو جيت اعترضت، انت ذكرتني ليه، انا مش عايز حد، طب انت عامل ليه اصلا الاكاونت ده؟ على اساس ده ابسط حاجه ممكن حد يقولها، يعني انت عامل ليه اصلا الاكاونت ومش عايز حد يعرف معلوماتك؟ طيب تمام. وبالتالي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي رغم أهميتها ورغم المميزات الكتير جدا اللي اديتها لنا، إلا إنها برضو ما زالت في بعض الخطورة منها لو إحنا أو اللي حوالينا مرعوش بعض الخصوصية اللي ممكن حد يكون عايز يعملها لنفسه. الحاجة التانية في السيرش انجن، السيرش انجن محركات البحث، طبعا أشهرهم هو جوجل، وجوجل بالتحديد هيجي دور ليه كمان في الدايركت او في الاكتف انفورميشن جاذرينج، ولكن بصوره عامه محركات البحث انا بقدر اجمع منها برضو معلومات. compared to social media، مقارنه بالسوشيال ميديا بلاتفورمز، سيرش انجنز جيت مور ريزلتس، السيرش انجن ومحركات البحث بيعطوني نتائج اعلى كمان من الايه، من السوشيال ميديا. Because instead of a single profile they get you everything it can find on your search، يعني لو انا بعمل بحث عن شخص معين على صفحته على الفيسبوك او على صفحته على تويتر او صفحته على لينكد ان، انا ممكن ما اكونش عارف باقي صفحاته، يعني انا فريند عنده او فريند عند فريند عنده، فحاول ادخل صفحته واستجمع منها بعض المعلومات. طب انا لو كتبت اسمه على السيرش انجن ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يجي لي بياناته على كل السوشيال ميديا، ممكن يجي لي بياناته سي لو هو موظف في شركة تجي لي، او لو هو موظف في جامعة او حاضر في مؤتمر، يعني هيجي لي معلومات اكتر بكتير من الايه، المعلومات الموجوده بس على السوشيال ميديا. اوكي، مش مجرد ان حد عمل له منشن، لا لا، ده وجربوا بنفسكم ان تكتبوا اسم حد انتوا عارفينه صديق لكم على السوشيال ميديا، ممكن تاخدوا اسمه وتحطوا وتشوف، بس طبعا يكون صديق مش مجرد بس ان هو عامل صفحة فيس او حاجة، لا، يكون مثلا شخص يعني بيكتب، بيعمل ليه ابحاث علمية، بيشتغل في موظف، هنجمع منه، ما هو ده انا عايز اعمله هاك لان هو شخصية كبيرة. تمام، so simple search is how you should start، امتى
ابدا او فين ابدا بالظبط واجمع المعلومه. وللملحوظه ان الكيوردز، واعتقد ان الملحوظه دي اغلبكم مر بيها اذا ما كانش كلكم، يعني ان الكيوردز المكتوبه في السيرش انجن بتفرق كتير جدا في نتائج ايه، في نتائج البحث، لان الكلمه اختيارها الصح بيطلع لي نتائج بحث متعدده وكتيره. واحد ايضا من الانفورميشن جاذرينج سورسز هو البريس ريليز او الوثائق الصحفيه او البيانات الصحفيه، وهي وثائق بتعد لوسائل الاعلام الصحافه بتعلن عن شيء معين. فلو في شركه عملت بيان صحفي عن نفسها فانا اقدر استخرج منه معلومات، او مؤسسه عامله بيان صحفي فدي طريقه اخرى لجمع المعلومات من البيان الصحفي اللي هم اصلا نشروه ايه، نشروه للناس. جوب سايتس او مواقع التوظيف، الموقع اللي بيقدم وظائف للناس، واحده من الانفورميشن جاذرينج سورسز. طيب هستفيد منه في ايه؟ طيب تعالوا الاول نشوف المواقع دي بتقدم ايه عشان انا استفيد منها في ايه. Job site means a specific work site that deals specifically with employment or careers. المواقع دي بتقدم وظائف للناس، بتوصف الوظيفة اللي هتتقدم. طيب many employment websites are designed to allow employers to put job requirements. تصمم المواقع دي بتسمح لأصحاب الشركات اللي هم أصحاب العمل بنشر متطلبات job requirements لوظائف معينة for a position to be filled and are commonly known as job boards، وتسمى بمجالس الوظائف أو المتطلبات لوظيفة معينة. وإيه كمان؟ other employment for employer review، تقييم أصحاب الأعمال، career and job search advice، ونصايح عن الوظائف أو الوظيفة دي، تمام؟ وتصل and describe different job description of or employment، تصف الوظيفة أو تصف أصحاب العمل. طيب أنا بجمع من يعني بعمل information gathering زي ما اتفقنا، أنا بجمع عن شركة، الشركة دي طلبت توظيف وظائف معينة جواها ووصفت طبيعة الوظيفة دي، فأنا جمعت معلومات عن الشركة، عن طبيعة الستراكشر الموجودة، لأني هجمع معلومات عن الوظائف، هجمع معلومات عن أفراد أصحاب العمل. إذن المواقع دي أيضا فيها يعني معلومات كتير أقدر إن أنا إيه، أقدر إن أنا أجمعها. دلوقتي هنتكلم مع بعض على Information Gathering Techniques، ونقدر نقول عليها Active Information Gathering، يعني الحاجات الدايركت، أنا داخلة بدور على دومين IP وهكذا. أهم التكنيكس اللي هنستعملها في Active Information Direct هو Website Copier، هعمل كوبي للويبسايت، بدور على الـ IP address أجيبه إزاي، جوجل دايركتيف عملية بحث باستخدام الجوجل ولكن باستخدام حاجة تسمى الجوجل دايركتيف، DNS server أو domain name server، email server هعمل بحث باستخدام الايميل سيرفر. وزي ما لاحظنا هنا انا بدور على تارجت معين او ايشو معين او شيء معين عايزاه جوه الويب سايت بتاعي، بدور دايركت. عشان كده قلت ان الانفورميشن جاذرنج تكنيك تعد من اساليب الاكتيف انفورميشن جاذرنج. اوكي، ويب سايت كابير يعني نسخ الويب سايت، وانا اقدر انسخ الويب سايت. ايوه، هنحي الفكره
في الويب سايت كابير اني هاخد نسخة من ويب سايت كامل بكل محتواها وابدأ اجمع منها معلومة. We begin by closely reviewing the target's website. هوصل للويب سايت اللي انا عايزه ابدأ من عنده. In some cases it may be helpful to use a tool called HTTREC. في تول اسمها HTTREC دي بتعمل copy للويب سايت to make page by page copy of the website. Okay, it's free, هي مجانية, بتعمل creates an identical بالضبط offline copy of the target website. بتعمل يعني نسخة من الويب سايت بتاعنا offline. Utilizing a website copy tool allows us to explore and thoroughly mine the website offline. يعني أقعد أقرأ أو أراجع أو أستجمع معلومات without having to spend additional time traipsing around on the company's web server من غير ما استعمل السيرفر الخاص بالشركة اللي أنا عايز أدخل عليها. أنا معايا الويب سايت كامل, معايا الصفحات خدت منها كوبي وعمال بقى براجع منها, تمام, وده باستعمال التول HTTREC. أوكي, يبقى عادي. أول فكرة إن أنا ممكن أعمل ويب سايت كوبي. طيب إيه كمان؟ Information gathering using IP address, وهي تجميع المعلومة باستخدام IP address أو الإنترنت بروتوكول address. و IP address is a logical address زي ما احنا عارفين. Logical address يعني كل جهاز يدخل على شبكة الإنترنت بيكون ليه عنوان اسمه IP address. أوكي؟ طيب هعرفه ازاي؟ لو طبعا في local IP address وده خاص بجهاز الراوتر او الشركة اللي في البيت او الشركة او البيت, يعني حسب الراوتر ما هو ما يكون متواجد. فكل جهاز متواجد متوصل على شبكة الانترنت له IP address. ده ما قلنا فيه IP address خاص بالمكان الضيق او المنطقة الضيقة او اللوكال, وخاص في IP address خاص بالشبكة أو يعني حسب الإنترنت سيرفر سيرفيس بروفايدر ما هو بيعطيني هذا العنوان. تمام؟ طيب كيف لي أن أعرف هذا العنوان بقى؟ في يوجد كوماند أمر يسمى بينج. بكتب كلمة بينج زي ما احنا شايفين اهو بينج, وبكتب الويب سايت معاها. ايه هدف الأمر بينج؟ الأمر بينج كأنه بينادي على العنوان ده, كأنه ينادي عليه. يعني أنا دلوقتي خارج من جهازي كلمة بينج يعني يا جوجل, كأني بقول له يا جوجل, فالمفروض جوجل هيرد. جوجل بيرد فبيظهر لي الـ IP address الخاص بإيه؟ سيرفر اللي أنا ناديت عليه, لأن جوجل طبعا ليه أكتر من سيرفر, بس السيرفر ده هو اللي رد عليه. تمام؟ ظهر لي الاي بي ادرس بتاعه وبعض المعلومات الاخرى. فمبدئيا كده انا لما بكون او عايز اعمل تجميع معلومات عن شركة, عن مؤسسة, ماذا افعل؟ اقوم بيقولنا بعمل active information gathering او passive information gathering. واحدة من active information اود ان اعرف العنوان الـ IP address. عايز اعرف الـ IP address بعرفه ازاي؟ احد الطرق ان انا اكتب الكوماند بينج واكتب جنبه اسم الويب سايت اللي انا يعني اود ان انا اعرف عنه الايه المعلومة. طيب بعد ما حصلت على IP address الخاص بالشركة أو بالمؤسسة التي يعني التارجت بتاعنا
اللي نود ان احنا نعمل عليه هيك او نعمل عليه انفورميشن جاذرنج، استطيع تحديد اللوكيشن الخاص بيه مكانه after determining the web server's IP we can use some online tools. استطيع ان استخدم ادوات عبر شبكة الانترنت يعني اونلاين to track انها تبحث وتتوصل the exact location لمكان فعليا of the web server. انا بعد ما كتبت بينج بلس اسم التارجت، واحنا اعطينا مثال في السلايد السابقة وكان هو www.google.com، رد علي الريسبونس بتاعه بالاي بي ادرس الخاص بالجوجل. استطيع ان انا اخد الاي بي ادرس وادخل على واحدة من التو يو ار ال الظاهرين امامنا، او هي الاولانية بتعملي ريدايركت على التانية، بكتب في خانة البحث الاي بي ادرس وبيظهر لي البيانات الخاصة بايه بالسيرفر الموجود عليه المكان ده. يعني طبعا في الشركة عادة هيكون سيرفر او اتنين، لكن طبعا جوجل عندنا ليه سيرفرز كتير. السيرفر اللي رد عليا اللي كان رقمه 142.250.180.132 بيقول لي public IP address ده public زي ما اتفقنا لانه على المستوى العام is located in United States، موجود في الولايات المتحدة. اذا انا عرفت هنا ان الويب سايت ده بالتحديد موجود فين، موجود في الولايات المتحدة، او السيرفر ده مش الويب سايت، السيرفر الواقع عليه الويب سايت بتاعنا موجود في الولايات المتحدة. اوكي، when we move to the IP addresses area we find extensive information. يعني مش بس هيديني مكانه ده، هيديني معلومات كتير جدا عن الاي بي والسيرفر ده، including summary by regional register states by IP subnet size full list of IP filtered by number of IPs blocks. هيديني معلومات كتيرة مجرد ما ادخل الاي بي في الايه في الويب سايت، هيرجع لي معلومات كتيرة عن السيرفر ده. تانية من الانفورميشن جاذرنج تكنيكس هي الجوجل دايركتيفز. يعني ايه جوجل دايركتيفز؟ الجوجل دايركتيفز هي عبارة عن كيوردز بستعملها في عملية السيرش، وانا بعمل سيرش يوزنج الجوجل سيرش. احنا قبل كده قلنا في الاندايركت بستعمل جوجل سيرش، انا لو كتبت الكلمة هتديني سيرش كتير جدا عن معلومات اجمعها كتيرة جدا. طب لو انا معايا الويب سايت بالتحديد وعايز اعرف معلومات جوه الويب سايت نفسه، هستعمل حاجة اسمها جوجل دايركتيفز. These directives are keywords that enable us to more accurately extract information from the Google Index. إذا هتعرف دلوقتي إزاي أستعمل بعض الكيوردز اللي هستخدمها في البحث. طيب إزاي أقدر أكتب في السيرش الجوجل دايركتيفز؟ بيقول لي إيه بقى؟ To properly use a Google directive you need three things. محتاج تلات حاجات. أول حاجة the name of the directive، نكتب اسم الدايركتيف في السيرش. نمبر 2 كولون، نقطتين فوق بعض، هي كولون اللي هي نقطتين فوق بعض. The term you wanted to use in the directive، الترم اللي احنا عايزين نكتبه مع الدايركتيف. جميل جدا، يبقى انا محتاج تلات اقسام. اول قسم هو اسم الدايركتيف. اذا ادام قلت اسم الدايركتيف يبقى في للجوجل دايركتيفز اسماء محددة هستعملها، مش هكتب اسماء من عندي. نمرة 2 الكولم اللي هما النقطتين، ونمرة 3 بقى الترم اللي انا بعمل عليه سيرش. طيب اداني مثال. المثال الاول هو كلمة سايت، هو كلمة سايت، فبيقول لي سايت to utilize site، هتحط كلمة سايت as a directive، بعدين نقطتين
وبعدين بعد السايت هتكتب الدومين اسم الويب سايت ده، وبعدين لو في حاجة تانية حسب الايه الدايركتيف. فدايركتيف سايت بكتب ادي كلمة سايت اكتبها زي ما هي نقطتين، وبعدين اكتب الدومين اللي عايز اعمل جوه السيرش، وبعدين اشوف انا عايز جوه السايت ده اعمل سيرش عليه. ده مثال. نشوف مثال اخر. مثال اخر وهو الكاش. الكاش مقصود بيها هنا الميموري الموجودة على السيرش انجن، مش الموجودة عندنا. احنا عارفين ان احنا في اجهزتنا في الكمبيوتر عندنا ميموري وعندنا كاش خاص بالبروسيسور بيسرع من عملية نقل الانفورميشن او البيانات من على الميموري علشان يحصل لها بروسيسنج على البروسيسور. طيب الكاش هنا مقصود بيها هي جزء من الميموري موجودة عند السيرفرز اللي عليها السيرش انجنز، وبيتخزن عليها عمليات البحث اللي بيقوم بيها الناس. اي حد بيعمل عملية سيرش بكي وورد معينة بتتخزن هناك، وبالتالي ممكن لما اجي اعمل عملية بحث مرة اخرى انا او غيري يقدر ياخد من الكاش في عملية تبقى اضيق واسرع شوية. طيب انا بيقول لي ايه بقى هنا؟ We can use the cache directive. إذن كلمة cache في حد ذاتها is a directive word to limit our search. بحدد شوية السيرش اللي أنا عايز أنجزه. To limit our search results and show only information pulled directly from the Google cache. أنا عايز بس المعلومات الموجودة على الكاش. The following search will provide us with the cached version of the Cinegris homepage. في موقع للسينجريس. فزي ما احنا بصين كده على المثال، انا كتبت كلمة كاش، كتبت النقطتين، وبعدين كتبت ويب سايت. اذا بقول له هات لي المعلومات اللي حصل عليها سيرش قبل كده وخزنت في الكاش الخاص بايه بالجوجل. اوكي ده مثال. مثال اخر. Another directive we will cover here is file type. في directive برضو اسمه file type. طب من بيعمل ايه؟ من اسمه انا بحدد نوع الفايل اللي انا عايز اشوف معلومات عنه. طيب we can utilize كلمة file type وبعدين نقطتين اللي هم الكولون to search for specific file extensions. طبعا كلنا عارفين ان كل فايلز ليه extensions والextensions بيحدد نوعه. اوكي this is extremely useful for finding specific type of files on your target's website. ده حاجة او مفيدة جدا لينا لو احنا بندور على فايل تايب معين جوه ويب سايت معينة. واداني مثال ايه بقى؟ لو كتبتي سايت نقطتين وعملتي ويب سايت، وبعدين كتبتي الفايل تايب نقطتين PDF. المثال اللي احنا شايفينه ده معناه ايه؟ المثال ده احنا استخدمنا فيه two directives، two Google directives اللي هما سايت وفايل تايب مع بعض. سايت كتبت سايت نقطتين وكتبت الويب سايت الخاص بالسمارت يونيفرسيتي esu.ac.ae، وبعدين كتبت كلمة فايل تايب زي ما هي كده ونقطتين كولن بعدين كلمة PDF. معناها ايه؟ معناها انا عايز تظهر لي كل الملفات المنتهية بالاكستنشن PDF الموجودة داخل الويب سايت اللي هو الخاص بالسمارت يونيفرسيتي. اوكي فالمثال ده واضح، استعملت فيه تو دايركتيفز، واحده خاصه بالويب سايت والتانية خاصه بالفايل تايب. اوكي طيب طب تعالوا نقارن لو عملت السيرش ده with و without الجوجل دايركتيفز. يعني كتبت الويب سايت الخاص بالجامعه esu.ac.ae وجنبها كلمة PDF، وفي صفحة تانية عملت سايت
كولن والويب سايت الخاص بالجامعة، وبعدين كتبت كلمة فايل تايب كولن بي دي اف. بيقول لي what is the difference، what is the difference between الصورتين اللي فوق واللي تحت. نبص كده ونركز فيهم للحظة ونشوف مع بعض، وتقدروا تجربوهم بنفسكم وتشوفوا الناتج اللي هيطلع هنا واللي هيطلع هنا. الناتج في الصورة الأولى بيقول لي حوالي 16 نتيجة، وخدت وقت 1/16 من الثانية، بينما الصورة اللي تحت بتقول لي حوالي 5,850,000 نتيجة، وأخد وقت 30% في الثانية. إذا أفهم من كده إيه؟ أفهم من كده إن الجزئية أو الصورة الأولى بتديني نتائج المطلوبة بدقة، وقللت لي قوي النتائج. ما هو أنا محتاج إيه أصلا؟ مش أنا محتاج الملفات البي دي إف الموجودة في الويب سايت الخاص بالجامعة؟ لو أنا كتبت له الويب سايت الخاص بالجامعة بدون كلمة البي دي إف، هيطلع لي اي مكان في بي دي اف ذكرت فيه اسم الجامعه، لكن انا مش عايز كده. انا عايز البي دي اف، ملفات البي دي اف الموجوده داخل الجامعه. تمام، احنا ذكرنا في اول الكلام ان السيرش انجن مهم، بيجمع لي معلومات كتيره جدا، واللي خدناه بقى دلوقتي هو اضافه على ان الجوجل دايركتيفز بتدقق وزي ما تقول ايه، بتقلل حجم السيرش عشان تديني الحاجة المظبوطة المطلوبة بالظبط، مش سيرش كتير. انا الفكرة انا عايز اعرف معلومات وكل حاجة عن شركة معينة، لكن انا هنا مش الهدف اقول الشركة دي ذكرت في اني ويب سايت تاني. انا عايزة جوه نفس الويب سايت الخاص بالشركة معلومات ادق، وبالتالي بستعمل الجوجل دايركتيفز لتقليل عملية السيرش وتحديدها، وجعلها تبقى فيه ليميتيشن، بحدد بالظبط أنا إيه، أنا محتاج إيه في عملية البحث. أشهر الدايركتيفز، الجوجل دايركتيفز اللي ممكن نستخدمها في عمليات البحث زي ما احنا شايفين في الجدول. أنا عندي file type this operator directs Google to search only within the test of particular type of file. مثال قال لي فايل تايب XLS، كده انا بختار الملفات اللي extension بتاعها XLS، او نقدر نقول الاكسل فايلز. في فايل تايب اسمه NURL، this operator directs Google to search only within a specific URL of a document. يعني بعمل specific URL، URL لأي ويب سايت في document معين. طيب the link operator directs Google to search within the hyperlinks. هنا أنا بديله كلمة link وبكتب له اسم الويب سايت، وهو بيثرش على اللينكس الموجودة. يعني أنا عايز جوه الويب سايت ده إيه الهايبرلينكس الموجودة. The entitle operator directs Google to search for a term with the title. And entitle وبديله التايتل اللي أنا عايزاه من الايه، من الويب سايت ده. دول من أشهر الجوجل دايركتيفز اللي عندنا. DNS server واحد من الانفورميشن جاذرينج هنستعمله. طب نحب نعرف الاول ايه هو DNS server. DNS server اسمه domain name server، يعني كلمة DNS اختصار domain name server. هو عبارة عن computer server that contains database of public IP address and their associated host name. هو زي جدول كبير هيكون موجود فيه كل IP address والاسم اللي بداله، اللي الهوست نيم اللي بداله. And in most cases servers
to resolve or translate those names to IP address. لو أنا كتبت مثلاً www.google.com، الـ IP address المقابل لي هو اللي بيترجم. فالـ DNS server بياخد كلمة google.com يترجمها للـ IP based على الجدول المخزن ده أو قاعدة البيانات المخزنة عنده. DNS server runs specially software and communicate with each other using special protocols. The DNS server sits in the space between humans and computers، لأن يعني هو وسيط نقدر نقول ما بين الإنسان والكمبيوتر. أنا مش معقولة كل ما أجي أعمل أو أدخل على الويب سايت أكتب الـ IP address بتاع جوجل مثلا، ممكن محفظوش، إنما كلمة جوجل دوت كوم أسهل، وبالتالي هو وسيط ما بين إيه، وبيساعد على تسهيل عملية الاتصال الـ communication. It's easier to remember a domain or host name. سهل جدا ان احنا نفتكر domain والhost name like livewire.com google.com. سهل عليا ان انا احفظ domain او سهل عليا ان احفظ الhost name، ولكن من الصعب ان انا اقعد احفظ الـ IP address اللي بيتكون من 4 ارقام. اوكي، فده معنى الـ DNS server. طيب في حالة أنا عايزة أجمع معلومات من الـ DNS server، تفتكروا هل ده حاجة مهمة ولا مش حاجة مهمة؟ طب تعالوا نشوف مع بعض كده. بيقول الـ DNS servers are an excellent target for hackers. ده الـ hackers بيدوروا على الـ target ده. And penetration tester. They usually contain information that is considered highly valuable to attackers. المعلومات الموجودة فيه معلومات مهمة جدا. يعني خليني أقول لكم ليه معلومات مهمة. نفكر مع بعض إن كل اسم جوجل دوت كوم قدامه IP address. اليونيفرستي قدامها IP address. اي الفيسبوك قدامه IP address. طب لو حد لعب في الجدول ده مش وارد جدا انه يعمل يغير مساره، يعني يديني جوجل دوت كوم ويروح مغيره ويخليه على IP address تاني، وبالتالي هو معلومة مهمة ولا لا؟ هو معلومة مهمة جدا. DNS is a core component of both our local networks and internet. Among other things, DNS is responsible for the process of translating domain name to IP address. هو مهم جدا لترجمة الدومين نيم اللي بكتبه للـ IP address، وهنا جاية أهميته، لأنه بيعتبر وسيط ما بيني أنا وبين الإنترنت، ما بين الشبكة الداخلية عندي وما بين الإنترنت. As humans, it's much easier for us to remember google.com. زي ما اتفقنا أسهل أن أنا هفتكر الاسم ومش هفتكر الـ IP نفسه. DNS servers as a middleman to perform this translation process. As penetration testers, it's important to focus on the DNS servers that belong to our target. The reason is simple. زي ما اتفقنا احنا فهمنا السبب في ان DNS ده مهم جدا بالنسبة للهاكر والبنتريشر تيستر. طيب in order for DNS to function properly, it needs to be aware of both the IP address and the corresponding domain of each computer on its network. ولازم نبقى عارفين الوظيفة بتاعته، ونبقى عارفين فعلا او التأكد من صحة الـ IP address مع الدومين. في تول او نقدر نقول command line اسمه NS lookup. This is the primary tool to query DNS servers. Provide machine name and address information. لو أنا
كتبت على، سواء هو موجود في الويندوز او موجود في اللينكس، لو كتبت ns lookup وكتبت for example www.google.com هيديني، يقول لي الهوست بتاعي ويكتب لي الادرس اللي هو موجود هنا. احنا شايفين تو ادرس، خلينا في الادرس التاني اللي هو 142.250.180.164. اذا ده خاص بايه؟ انا بيقول لي السيرفر دي ان اس بتاع جوجل، يعني السيرفر دي ان سيرفر موجود عليه جوجل، ده موجود عليه ان www.google.com بياخد الايه الاي بي ادرس ده، ونقدر نجربها مع اي ويب سايت اخر او اي دومين نيم اخر. ميشن انفورميشن جاذرينج فروم ايميل سيرفرز، شيء اخر هنستخدمه في تجميع المعلومات وهو الايميل سيرفرز. ايميل سيرفرز كان بروفايد اويل انفورميشن، معلومات مهمه برضو جدا فور هاكرز and penetration testers. In many ways, email is like a revolving door to your target's organization. يعني ايه الكلام ده؟ يقصد ان الايميل سيرفر المقصود بيه هو السيرفرز الموجود عليها الايميلز اللي احنا بنبعتها. الايميلز اللي احنا بنبعتها اللي هي العناوين البريدية الخاصة بينا دي موجودة على السيرفر، و السيرفر ده او العنوان البريدي ده هو عنوان المؤسسة، وبالتالي هو هدفي. طيب بيقول لي ايه بقى؟ We can often gather significant pieces of information by interacting directly with the email server. أقدر أجمع معلومات أو بعض معلومات المهمة من الإيميل سيرفر. هعمل إيه؟ هيقول لي send an email to the organization. لو بعت إيميل للorganization اللي أنا target بتاعي with an empty file، بس يكون لي extension .bat file .exe file زي calculate file، يعني ببعت ايميل واحط فيه اي فايل .bat او .exe. المفروض ان الايميل زي ده الاورجانيزيشن لما يجي لها على الايميل سيرفر يعترض، لان المفروض هو يرفض الرسالة دي، يبعت رسالة رفض ان انا مش هشغل الاكستنشن ده، لان الاكستنشن بتاع .bat و .exe بالتحديد في خطورة شوية لأن هي ملفات التنفيذ. وبالتالي الهدف من هنا بيقول لي اهو the goal is to send a message to the target email server inside the organization in hope of having the email server inspect. هو عايز ان الايميل سيرفر لما تجيله رسالة ويفحصها يرفضها and then reject the message. طب انا هستفيد ايه من ان انا السيرفر بتاعي يريجكت المسج؟ هستفيد ان المسج اللي راجعه بالرفض فيها معلومات. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي once the rejected message is returned back، لما المسج دي المرفوضه بترجع لي، we can attempt to exact information about the target email. هي المسج لما هترجع لي بالرفض هيجي لي فيها معلومات؟ هيجي لي معلومات زي ايه؟ هيقول لي in many cases the body of the message will include a pre-canned write-up explanation. هيشرح فيها رسالة ممكن تكون متجلة مسبقا ليه السيستم ده رفض الرسالة دي، وهو بيقول ليه سبب الرفض. ممكن يبان منها من الرسالة اسم الفندور اللي عليه او السوفت وير اللي انا جايبه منه للايه للايميل سيرفر، اسم الفيرجن او رقم الفيرجن للانتي فيروس بتاعي اللي هو رفض الرسالة. اذا في بعض المعلومات ممكن جدا
ترجع لي في البادي بتاع الرسالة المرفوضة مني. أنا لو بعت رسالة بالشكل ده الإيميل سيرفر لمؤسسة، هيترد عليا رسالة تلقائية برفض الرسالة، أقدر من ساعتها إيه أجمع معلومة. فدي طريقة للإنفورميشن جاذرينج يوزنج الإيميل سيرفر. إنفورميشن جاذرينج تولز، إنفورميشن جاذرينج تولز، هنا أنا هقدم بعض التولز اللي ممكن أجمع منها معلومات. طيب هو دول بس الموجودين؟ لا، في ده تولز كتير جدا، فاحنا بس هندي أمثلة ببعض التولز، ممكن بعد كده ناخد تولز تانية، بس دول يعني من التولز المهمة جدا والأساسية في عملية جمع المعلومات. ايه هما؟ تول اسمها أو كوماند لاين برضو عشان نبقى عارفين، اسمها هو إز، تريس روت، ونت كرافت. تعالوا نتعرف على كل تول منهم ممكن تعمل ايه او تقدم ايه. هو از من اسمه معناها هو مين ده، بيعمل ايه، مين ده. The who is command is a great source of data. هو command جواه كمية data كتيرة جدا. For fetching domain، اقدر اجيب منه الدومين. اي بي ريليتد للدومين ده، اي بي ريليتد انفورميشن، كل معلومات او معلومات خاصه بالاي بي ادرس. انكلود ادمن نيم، تليفون، ادرس، كونتري، الدي ان اس سيرفرز اتسترا. يعني اذا الهو اس كوماند ده كانه كوماند داتابيس، كوماند مش بس كوماند، ده كوماند جواه سورس كتير جدا من الداتا. هو از ا فيري سمبل بات افكتيف مينز فور كولكتنج اديشنال انفورميشن اباوت يور تارجت. هو از هولدز ا هيوج داتابيس ذات كونتينز انفورميشن ريجاردينج اولموست افري ويب سايت. عندها داتابيز كبيرة جدا خاصة بأغلبية الويب سايت، ما نقدرش نقول كلها، وكمان في بتحتاج updating باستمرار. Every website that is on the web. Most common information are who owns the website, the emails of the owner, which can be used to perform social engineering attacks. ده خاص بال هو از تول. ده سكرين شوت ل هو از كوماند او هو از تول على اوبريتنج سيستم كالي، وكتب جنبه جوجل دوت كوم. هيلاحظ ان هو بيقول لي لاست ابديت اوف هو از داتابيز كان يوم 6/2/2023، وجايب لي بعض المعلومات زي ما احنا شايفين عنها عن جوجل دوت كوم. فنقدر ان احنا برضو ايه نجربه ونشوف التول دي ايه المعلومات اللي ممكن نستفيد او تطلع منها. التول التانية اللي هنتكلم عنها هي تريس روت. As one of the most popular network tools used to track the path of network packets between one IP address to another. هي وظيفتها الأساسية بتعمل عملية track للباكتس بين الـ IP addresses المختلفة. It's a powerful recon tool that will let you gain critical network information. ولأنها tool خاصة بالباكتس الموجودة في النتورك، فأنا أستطيع عن طريق أن ننجح من خلالها في الحصول على معلومات خاصة بالنتورك مهمة زي الـ IP address والنتورك routes. طيب Trace tool is a very popular utility available in both Windows and Linux. موجودة كيوتيليتي على الويندوز وعلى لينكس، وبالتالي اقدر من الكوماند لاين استعملها عادي جدا.
used for network orientation. By network orientation, I don't mean scan a host for open port or scan for service. إحنا مش هنتكلم على البورتس المفتوحة والمغلقة، لا، إحنا بنتكلم على الباكتس، وبالتالي بنتكلم على الاي بي، بنتكلم على الهوست نيمز. It means to figure out how the network topology, firewall, load balancer, and control points are implemented on the network. أنا مش بتكلم على البورتس، أنا بتكلم على طبيعة النتورك، بتبعت الباكت من فين لفين، من إيه الفاير وولز الموجودة. هي تول موجود فيها أوبشنز كتيرة، ومن التولز المهمة في عملية الانفورميشن جازر. طيب، ده سكرين شوت من الأوردر، وبيطلع البيانات زي ما احنا شايفين اهو، بيعمل عملية تريسنج ليه. المفروض كل اي بي ادرس بعت لمين، ثم لمين، ثم لمين، وخد كام ثانية زي ما احنا شايفين. بياخد شوية وقت عشان يجاوب على الايه الارقام دي. وتقدروا برضو ايه تجربوه بنفسكوا، تكتبوا الامر وتكتبوا جنبيه اي ويب سايت، وتشوف الناتج اللي هيحصل فيه. تمام. كرافت another great source of information. سورس كبير جدا مليان معلومات. You can visit their site. موجود على الويب سايت netcraft.com. Start by searching for your target. What's that site running? نبدأ من أول الويب سايت اللي أنا عايز أعمل عليه سيرش، ده هو إيه وبتاع إيه، ومليان كمية من المعلومات كبيرة جدا. Netcraft contains a huge online database with useful information on the websites and can be used for passive information gathering. هنا تجميع غير مباشر للمعلومات against the target. إذن برضو دي معلومة مهمة جدا. هو ما هوش tool هنعملها installation، هو ويب سايت contain معلومات database كبيرة عن أغلبية الويب سايتس الموجودة. ده أول حاجة. الحاجة التانية إن هو passive information gathering. سكرين شوت منه لما حاولت أدخل جامعة الجامعة الذكية، كتبت الويب سايت بتاعتها وجبت جزء بس سكرين شوت من المعلومات اللي طالعة. تقدروا تجربوها بنفسكم وتشوفوا الناتج اللي طالع والمعلومات اللي إيه الموجودة على الويب سايت. إحنا نكون خلصنا الشابتر بعنوان information gathering. يعني إيه جمعت معلومات؟ عرفت الفروق ما بين الكاتيجوريز الباسيف والأكتف. الأكتف ليه الطرق اللي بدور فيها، والباسيف ليه الطرق اللي بدور ليها. عرفت بعض التولز، زي ما قلنا مش كل التول، لأن مش دي كل التولز اللي إحنا أو الموجودة دي أشهر التولز. في تولز تانية، في حاجات ممكن تانية تشتغل بطرق مختلفة، ولكن دي أشهر التول، ونقدر كلنا إن إحنا نعمل لها تيست، يعني زي تمرين بسيط كده. نختار ويب سايت، نختار شركة، نجمع عنها معلومات، نشوف لو أنا عايز أجمع من ناحية الأكتف أو الباسيف. الباسيف الحاجات الغير مباشرة، والأكتف الحاجات المباشرة، الاي بي ادرس الخاص بيها، الدي ان اس، الميل سيرفر. نجمع من التولز اللي احنا اتكلمنا عنها بعض المعلومات، هيساعدنا جدا ان احنا نحس باهمية الانفورميشن جاذرينج، او المعلومات اللي احنا قدرنا ايه نجمعها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.